واقعة مريعة صارت بريف دمشق بمنطقة السيدة زينب. أب متحرش ببنته ومصورها كمان. مقاطع فيديو وصور للبنت تم ضبطها على لابتوب جمال والد الطفلة. الأب بيشتغل بتجارة الحشيش والحبوب المخدرة. هاي الجريمة تم الكشف عنها مبارحة من وقت الإعلان لهلأ والتفاعل ما هدي عليها. فاتن علقت على الموضوع قالت يا لطيف وين وصلنا من الانحلال الأخلاقي والديني. أما فارس علق ولسه الخير لقدام في ظل قانون لا يحرك ساكنا تجاه هكذا جرائم. لو كان هناك قانون صارم بحق هكذا نوع من البشر لما وصل بنا لما وصلنا إليه. أما عاصم علق الجرائم على تزايد والمجرمين والزعران ما عم يهابوا شي، عمي لازم تشتغل المشانق بالساحات. أما سارة علقت لو أنك بدولة بتحترم حالة والقانون كنت أكلت نصيبك. أما معتز فعلق طالما ما في أحكام قضائية رادعة علينا أن نتوقع أسوأ من ذلك. كل سنة عن سنة عم تزيد حدة الجرائم بسوريا. مثلاً ب 2019 انقتلت أم حامل وأطفال الاثنين بمطرة أو فاس في حي الصاخور بحلب، وبال 2020 أب بيقتل أطفاله وزوجته قدام بيته بسحم بدمشق. جرائم تانية مثل تجارة المخدرات والعمل بالدعارة وصولاً لوفاء بجبلة اللي باعت ابن الرضيع ب 50,000 ليرة سورية. زيادة العنف بالمجتمع السوري صارت واضحة للجميع إلا لبشار أسد وجماعته، لأنه هذا المجتمع بالنسبة لهم مجتمع متجانس.